عملة واحدة. أنا بقى من هنا بطمنكم على مستوى الأمن اللي موجود، وبقول لكم يعني إحنا بنبذل في هذا يعني مجهودات ضخمة جدا، وحضرتك يمكن أنت ملاحظ وشايف اللي موجود هنا حاليا، شايف الأمن شكله إيه، بس كل ده وراه مجهود ضخم، وراه يعني تمسيك تام من جميع الأجهزة الأمنية وعلى رأسها القوات المسلحة. القوات المسلحة مع قوات الشرطة يعني يمكن في شغل دلوقتي بيتم داخل المجان داخل الجبال وفاصل بين شمال وجنوب، كل ده عشان السائح اللي يجي هنا فعلا يبقى آمن. احنا كلنا بنسعى ان احنا نأمنه من ساعة ما ينزل الطيارة لغاية ما يسافر، لأن لما مفيش أمن مفيش سياحة. ده أنا بس عايز أنبه ونوه عنه ان انا بطمنكم على المستوى الموجود، وهناك مزيد من الاجراءات ان شاء الله الفتره القادمه، ومزيد من تغيير وجه المدينه اللي انتم شايفينها ديت. احنا بنغير وجهات، عندنا مؤتمر الاقتصاد العالمي احضروا كافه ملوك رؤساء العالم اعداد كبيره جدا. احنا بنغير وجه شرم الشيخ، بنطور في الشوارع والطرق وبنشجر وهنعمل تجميل في المدينه وهنعمل ميادين جديده بنجددها، كل ده عشان يبقى بنظهر بالمظهر اللائق يوم 13/3/2015. دعوات كلنا بالتوفيق وكل سنة.